لو قلنا لكم ان احنا النهارده موجودين في اصغر محل مشويات، بس طبعا في ست جميله طنط امنه او طنط ام شريف، ربنا يديها الصحة والعافية. أهلا بكم جميع مشاهدين ومتابعين تليجرام في مصر في كل مكان، بنجدد التحية معاكم النهاردة، ولكن احنا من محافظة أسيوط وجينا للست أم شريف اللي عملت ضجة كبيرة كده ويعني وحاجة حلوة من الجو. هي وابنها بيقفوا في المحل عشان يعني زي ما احنا بنقول تواصل مسيرة جوزها، ندعي له كلنا بالرحمة بعد وفاته. معانا ومعاكم طنط ام شريف، طنط امنه، ومعانا شريف نفسه. ازيك يا شريف؟ شاور لنا من بعيد كده. عامل ايه؟ الحمد لله. منورنا النهارده في تليجراف مصر. سيبنا بقى نبدا مع مامتك الاول. ازيك يا طنط؟ ازيك يا حبيبتي؟ طنط ام شريف ولا طنط امنه؟ الاثنين عادي واحد. ربنا يديك الصحه والعافيه. تسلمي يا رب. قولي لي كده عامله ايه؟ الحمد لله والله تمام. ايه رايك في متاعب الحياه شويه دي؟ هو متعب بس برضه الحمد لله رزق وفضل من ربنا. طبعا اكيد اكيد. قولي لي يا طنط، يعني لما زوجك رحل كان موصيكي مثلا تقفوا مكانه وتفتحوا المحل ما تقفلوش ما تشوفوش مصدر رزق غيره؟ هو في الاول كان رافض بصراحه ان هو لا لانها تبقى صعبه بالنسبه لست تقف في محل شوي، بس بعدين خلاص طبعا رضي بالامر الواقع واستمريت انا وتمام الحمد لله. عندك كده يا طنط بسم الله ما شاء الله كام ابن وابنه؟ عندي ثلاث بنات وولد. ثلاث بنات وولد. الثلاث بنات، البنات متزوجين ولا لسه؟ الواحده رايحه ثانيه كليه والثانيه رايحه ثالثه ثانوي والصغيره بقى ثالثه ابتدائي وشريف ده هو في مصر. شريف شريف انت عامل ضجه يا شريف. في بص كل ما حد يجي لا احنا بنسال اشوف قبل طنط ام شريف. طنط امنه ربنا يديك الصحه، انا بهزر معاه طبعا حضرتك الاساس. قولي لنا يا طنط، مش صعب الوقفه قدام الشوي ليل نهار؟ وربنا يقويكي كده ويعينك، يعني الشوي والنار وفي الحر وفي الصيف. ممكن كنت تقولي نغير مثلا نشاط المحل؟ لا هو الناس ولفت انها تاخد من هنا شوي، الناس ولفت على التسجيله بتاعتنا وعجبها، فصعب ان انا اغير، بس هو صعب بالنسبه للصيف. الشتاء بيبقى حلو قوي عشان في الشتاء حلو، في الشتاء واقفين نتدفى. طيب بتقفي كام ساعه كده؟ من 10 الصبح ل 11 بالليل او 12، وممكن توصل لواحده في المواسم. ممكن توصل لواحده بالليل في المواسم. الحمد لله لما يكون في شغل الحمد لله يعني. زي الاعياد والمواسم والحاجات دي. اكتر وقت يا طنط بتقولي يا اخيرا الحمد لله لما الشغل يخلص انا برتاح؟ اكتر وقت انهي وقت بقى ده؟ ده الوقت اللي هو بيبقى بالليل. بالليل الشغل خفيف شويه. لكن الوقت الصعب في الشغل انهي وقت؟ من بعد الظهر لحد زي دلوقتي كده او بعد العشاء. لحد بعد العشاء. قولي لي بقى حضرتك مميزه اكتر في الفراخ ولا الكفته ولا اللحمه؟ بصراحه كله بيبقى بيشكر فيه، في ناس تحب الكفته قوي، الكفته دي بتبقى حلوه قوي، وفي ناس بتحب الفراخ برضه. فكله بيبقى واحد. بس انهي الحاجه اللي بنميز بيها المطعم هنا او المحل التدبيلة هنا؟ التتبيله بتاعت الفراخ والكفته. التتبيله بتاعت الفراخ والكفته. يا جماعه انا بس عايزه اوريكم المحل، المحل على فكره مش كبير، هو اصلا محل للشوي فقط. احنا شايفين كده زي ما احنا شايفين، يعتبر عرضه متر في كام متر يا طنط؟ تقريبا يعني 4 متر؟ 3.5 3.5 متر، يعني ده اصغر محل هتقابلوه واحلى واطعم محل ممكن يقدم لكم طبعا بالجد والاجتهاد بتاع طنط ام شريف وشريف، واطعم محل ممكن يقدم لكم فراخ مشويه وكفته مشويه. بس طنط قلتي لي ان انا بخلي الناس هي اللي تجيب الفراخ بتاعتها. ليه ما بداتيش تجيب يعني كده وتعملي تطلعي وجبات؟ ولا انا فكرت في الموضوع ده، بس لسه محتاجه ان انا اجيب ثلاجه عشان احط فيها الحاجه طبعا، يعني بس جاهزه بالنسبه ان انا اعملها على طول. هي بس ناقصاكي حته الثلاجه. ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب اللهم امين. قولي لي يا طنط، بتقدري بقى توفقي ازاي بين بيتك ووقفتك هنا والمحل حاجات كتيرة؟ انا بقف شوية وشريف بيقف شوية بعدين، يعني بيجي يريحني، يعني هو بيجي بعد بعض الظهر فبروح انا من ما اعمل الغدا واتغدى واريح شوية وبعدين ارجع اكمل معاه. ترجعي؟ طب قولي لي بقى انهي وقت بتحبي اكتر، وقت الوقفة والشغل والعمل ولا وقت وانت في البيت؟ هو في البيت عشان برتاح، لكن انا بصراحه حابه الشغلانه اساسا، حابه شغل الشوي وحابه يعني بتحب الاثنين. ربنا يديك الصحه والعافيه ويوسع رزقك يا طنط. على فكره احنا بنحبك جدا وبنحب وشك البشوش.
ويعني والله العظيم انا نفسي ان شاء الله ربنا يكرمك ويكون ده محل ومطعم وفي وجبات وفي كل حاجه يغلب اشهر المحلات ان شاء الله. ان شاء الله. تعالى بقى يا شريف كده عايزين نتكلم معاك مع طنط. ازيك يا شريف؟ ازيك؟ عامل ايه؟ الله يخليك. ما شاء الله عليك ربنا يديك الصحه. قول لنا بقى ازاي بتوفق بين الدراسه والوقفه؟ اوعى تكون ناس الدراسه. لا اهم حاجه دراسه. برجع من بعد الدراسه على طول على المحل وبذاكر لما اروح اقفل الساعه 11. بتقفل الساعه 11؟ اكتر وقت بتذاكر فيه بعد المحل اللي هو امتى؟ هل بتصحى بدري؟ بتنام قبل ما تذاكر قبل ما تنام؟ لا انا بنام الساعه 1 بالليل عشان اكون خلصت المذاكره. علشان انا بكبس. انت دلوقتي سنك كام؟ انا دلوقتي عندي دخل 14. دخل 14 سنه؟ اه. يعني ثانيه اعدادي؟ اه. رايح ثانيه ولا ثالثه؟ رايح ثانيه. ربنا يديك الصحه. قول لي بقى المدرسين بيجي يشتغلوا عندك هنا؟ اه طبعا بعد في الاجازه كده عارفين. بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لي ما شاء الله عليك انت بتمارس في الشغل والمذاكره. بينصحوك بايه بقى؟ بيقولوا كمل ما تسيبش المحل ولا الدراسه. نفسك تطلع ايه؟ انا صراحه نفسي اطلع ظابط. يا رب ان شاء الله نشوفك الظابط شريف ان شاء الله ونعمل معاك لقاء بقى قصه نجاحك. قول لي بقى زمايلك بقى بيجوا اما هنا يشتغلوا بيقولوا لك ايه؟ بيقولوا لسه ميزك على الاكل عليهم. ما تقول لنا كده يعني طنطا قالت لنا اللي بيهتم بالتتبيلات احيانا شريف ليه تتبيلات معينه بيحب ايه يخترع فيها كده. تخترع في ايه بقى؟ بنوع في البهارات اهم حاجه دلوقتي وبحب ازود الحياه في الحاجه عشان تديها طعم. ايه البهارات المميزه اللي تحب تضيفها؟ ما تقولش كل بهارات بس قول لنا حاجه مميزه ممكن يكون الزبون ما يعرفهاش بس لا انت تحب تعمل التركيه بتاعتك. ايه والله يا كمية بهارات كثيرة والله العظيم ما حسيتش بالبهارات. انتوا اللي كاتبين البهارات بتاعتكم؟ اه كاتبين البهارات ومديها للراجل يتحرك كلها ويشوفها بقى. يكتب من 17 نوع الواحد يصعب يحفظها والله. اكتر من 17 نوع؟ لا ده كده ربنا يديك الصحه. اهم حاجه انت فاكرهم 17، ايه هم ال 17 مش فاكرهم؟ اه ما هي لازم يكون محفوظه في الورقه. طب قول لي انهي التتبيله الاشطر فيها الفراخ ولا اللحمه ولا الكفته؟ لا الكفته. الكفته. اشمعنى الكفته؟ بس الكفته ايه؟ اول حاجه اتعلمتها الكفته. اول حاجه اتعلمتها بابا اللي علمها لك قبل ما يتوفى؟ اه انا كنت نازل معاه ليا 4 سنين. طب قول لي كده سر كده يعني سر انهي الاشطر انت ولا بابا ولا ماما؟ لا الكفته رقم واحد. بابا رقم واحد. بابا كان التوب. التوب ده الناس كانت بتجيله من مسافه بعيده خالص واحنا جينا لكم من مسافه بعيده برضه عشان نصور معاك. استنى لما يجي يفتح بيبقى قافل والناس بتقعد بره مستنيه رغم ان في كذا واحد والله في نفس الشارع. مش اي حد يا طنط والله يعني بص زي ما بيقولوا الحاجه المعموله نفسي يستمر في نفس بتاعها سواء نفسه حلو قوي في الاكل وبيحب يعمل اكل حتى لما يعمل الاكل في البيت بيعمل المكرونه احسن مننا كلنا فنفسي يكمل في البتاع ده ويطلع. قولي لي يا طنط ايه اكتر حاجه صعبه بتواجهك؟ السخونه بتاعت بتاع الشوي. السخونه بتاعت الشوي هي اصعب حاجه. حضرتك كده بتلف الوجبات. اه ربنا يديك الصحة يا شريف. قول لي بقى تنصح ايه يعني تنصح ايه اللي هم مثلا خلاص يبدأوا الناس اللي مثلا حصلت لها ظروف تبدأ تعتمد على نفسها ازاي؟ لا لازم تنزل الشغل ومتلزقش في الشغل يعني ما تقعدش في البيت. اه مش الامل وتكمل في الدراسة بصراحة كده يعني ايه حاجة كده سر. تعب ماما فين؟ ايه تعب بتشاجع معقد في البيت هي كده بتضايق. بص طنط هاديه كده وبريئه. شكلك تعبها. تعبك فيا طنط. بتشقى في بقى؟ ما بيسمعش الكلام وخير مواعيده مش مظبوطه. مواعيده مش مظبوطه. يعني لما اقول له تعالى لي بيجي لي بعد ساعه. لا بص يا طنط هو شاطر يعني بعد ساعه بس بيجي يعمل شغل حلو. بيجي لا هو في الشغل يجي يعمل شغل حلو. لما بيعمل بضمير. لكن مواعيده دي اللي هو يجيني بدري ما بيجيش. شكرا ليك يا طنط وشكرا لاستقبالك لينا وشكرا ان انت كنت معانا في تليجراف مصر النهارده.
وبجد احنا بنوجه لك تحيه كبيره من تليجراف مصر لحضرتك. ويعني مش كل السيدات اللي تقدر تنزل بعد ما تحصل لها ظروف او بعد وفاه زوجها، مش كل الستات ممكن تقول لك انا كنت متعوده انا اقعد في البيت ما انزلش مثلا. ربنا يديك الصحه. لكن الواحد وربنا على فكره ما بيديش حاجه الا لما يبقى عارف ان دي قدها، الانسان قدها. صح والله صح. شريف عايز تقول لنا حاجه؟ وكنت عايزه اقول كمان من سر حلاوه ان الاكل ما بيطلع بذكر الله، لما الواحد بيبقى واقف بيذكر الله كتير وهو شغال، فعشان كده الاكل بيطلع حلو. عشان كده الاكل حلو. قولها لي تاني كده يا طنط. الواحد لما بيبقى انا واقفه بذكر الله كتير وانا طول ما بعمل اكل، عشان كده الاكل بيطلع حلو. طب قول لنا بتذكري الله بقى ايه الذكر بتاعك؟ الاستغفار ولا لا اله الا الله والاستغفار. ربنا يديك الصحه. تسلمي يا طنط. تسلمي يا طنط الجميله، طنط وش هالبشوش دي. شكرا يا طنط امنه. شكرا يا شريف. صبع الكفته براحتك. اعزائي الكرام، اعزائي المشاهدين متابعين تليجراف مصر، كنا معاكم النهارده مع الست ام شريف وابنها شريف. نلتقيكم فيديوهات تانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الفيديو بتاعنا النهارده كان من محافظه اسيوط. نلتقيكم فيديوهات تانيه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.